أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الناس على درجات من حيث العقل. هنالك الإنسان العاقل الذي يعلم ما له وما عليه، وأعني بالعاقل هنا المكلف. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من الفهم يسمى عاقلا لا بالمعنى الخاص. هنالك العاقل بالمعنى الخاص، بمعنى الذي يرى نعم حقائق الأمور، الذي لا يتبع الهوى، هذا إنسان عاقل بالمعنى الخاص. عندنا إنسان مسلوب العقل بالمعنى العام، الذي رفع عنه القلم، ألا وهو المجنون. رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يبلغ، هكذا نعلم. إذن المجنون هو الذي ليس له العقل العام، هذا كما قلنا رفع عنه التكليف. رابعا عندنا إنسان ليس بمجنون ولكنه أحمق، أي هذا الإنسان ليس له عقل التدبير. من هو الأحمق؟ حديثنا الليلة عن تعريف الأحمق. نحن عندنا الأحمق معناه الواضح، ذلك الإنسان الذي لا يحسن التصرف في الأمور المالية. مثلا يقول أيها الناس تعالوا اشتروا منزلي، منزل يسوى مثلا 100,000 دينار، يقول أبيعه ب1,000 دينار، يقول أنت إنسان أحمق. إذن الحماقة عندنا في الجانب المالي عادة، أو في الجانب الاجتماعي. إنسان مثلا يمزح في غير محله، يمزح عند الأمير مثلا، يمزح عند المرجع مثلا، يقولون أنت إنسان أحمق، ليس هذا مقام المزاح. ولكن في روايات أهل البيت المعنى أوسع. من هو الأحمق على روايات أهل البيت عليهم السلام؟ هناك رواية واقعا ملفتة ومخيفة، لا ندري ماذا نصنع بهذه الرواية، لأنها تنطبق على معظم الخلق بالمقاييس الدقيقة لأهل البيت. هذه الرواية لها مصادق كثيرة. الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام يقول: ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه. يعني كل الناس في علاقتهم بالله حمقى. يا لها من رواية كما يقال لاذعة وفيها عتاب بليغ. مثلا إنسان يتعمد أن لا يستيقظ بين الطلوعين، إذا فاتته صلاة الفجر لا يبالي. بهذه الرواية هذا بينه وبين ربه أحمق. تصور إنسان مبتعث إلى بلاد بعيدة ابتعاثا مجانيا، وقت الرحلة ينام عمدا، يقول ما لي وهذه البعثة، ألا يقال أنت أحمق؟ فوتت على نفسك سفر مهمة، السفر إلى الله أهم من السفر إلى البلاد. إذن هذا الذي لا يصلي في أول الوقت عمدا، من الممكن أن يندرج في رواية المعصوم عليه السلام. الآن بعد هذه الرواية نتنزل إلى مصادق متعارفة. للأحمق مع كل قول يمين، من علامات الأحمق كل ما يقول جملة: والله اليوم أكلت الأكلة الفلانية، ما قيمة أكلك حتى تقسم عليه.
له مع كل قول يمين. هذه علامة من أمارات الأحمق كثرة تلونه. يوم مثلا فترة يواظب على المساجد صباحا ليلا فجرا، وإذا به فجأة يترك المسجد وأهله ويذهب إلى عكس المساجد، هذا متلون. كل يوم له مزاج، يوم اجتماعي إلى أبعد الحدود لا يترك مجلسا، وبعد فترة تراه يغلق الباب على نفسه، هذا أحمق. كذلك من علامات الأحمق أنه يرى نفسه محسنا وإن كان مسيئا. هؤلاء من أخسر الناس أعمالا، الذين نعم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم، مضمون الآية. إذن الأحمق دائما يرى نفسه على خير ويجزم أنه على خير. ولهذا لو أن أحدنا رأى إنسانا يمدح نفسه من الصباح إلى الليل يذهب به إلى مستشفى الأمراض النفسية، يقول أنا أثر الأثرياء، أنا ملك الملوك مثلا، هذا الإنسان إنسان مريض. يقول يرى نفسه محسنا وإن كان مسيئا، ويرى عجزه كيسا يعني فطنة وذكاء، وشره خيرا، هذا أيضا إنسان أحمق. الأحمق يفهم من خلال لسانه، تتفاجأ بإنسان في هندام جميل يلبس ما يلبسه الناس ترى فيه خيرا، بمجرد أن يتكلم تعلم أنه أحمق. المرء مخبوء ماذا؟ في طي لسانه لا في طي لسانه، في طي لسانه لا في طي لسانه، أي في ثيابه. من دلائل تعرف الحماقة، تعرف حماقة الرجل في ثلاث: في كلامه، فيما لا يعنيه، يدخل في كل رطب ويابس، وجوابه عما لا يسأل عن. أنت ما سألته هو يجيب، يقول أنا ابن فلان، أسكن في مكان كذا، وظيفتي كذا، ومن سألك عن وظيفتك؟ هذا أيضا إنسان أحمق. وتهوره في الأمور، لا ينظر إلى عواقب القضايا، يستعجل في أخذ القرارات، هذا أيضا إنسان أحمق. كلمة أخيرة: كيف نتعامل مع الحمقى؟ الجواب: أمير المؤمنين عليه السلام يقول، معنى كلامه: إذا واجهت الأحمق افترضه صفرا، لا تقم له وزنا. لا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. لماذا؟ تتنزل إلى مستوى الحمقى. بعض الناس يبذل طاقته، جهده، تنتفخ أوداجه، كما يقال بالتعبير العرفي، يحرق أعصابه ليتكلم مع الأحمق. دعه في حماقته، ما لك وهذا الأحمق؟ إذا ابتليت بالأحمق، صلى الله عز وجل، إذا ابتليت ابتلاء ملازما، موظف العمل إنسان أحمق، على طاولتك في غرفتك يا لها من مصيبة. عيسى بن مريم يقول: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله. نص القرآن الكريم: تبرئ الأكمه والأبرص، تحيي الموتى، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. الميت صار حيا، الأبرص صار مشافا، ولكن الأحمق لا علاج له. لما؟ لأنه لا يعترف بحماقته. لو اعترف هناك أمل بالنجاة، ولكن ماذا بنصنع بإنسان لا يعلم، وهو لا يعلم بأنه ماذا؟ لا يعلم. هذه مصيبة. إلهي بحق أوليائك
وبحق عبادك خلصنا مما لا تحب وترضى. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.